من زمان ما عملتش مراجعة على موبايل زي ده. ريلمي سي 1 موبايل بضمان اوبو، معاه كفر في العلبة وسكرين بروتكتور على الشاشة، شاحن عادي ووصلة شحن مايكرو اس بي عادية برضه. لكن من الاخر الموبايل دوت احسن موبايل في مصر بسعر 2100 جنيه، اقل شوية من 120 دولار. خلينا صراحين، مفيش موبايل في الدنيا من غير عيوب، ما بالك كمان بموبايل اقتصادي زي دوت. فانا مش جاي اقول لك قد ايه الموبايل عظيم وقد ايه انت لازم تنزل تشتريه دلوقتي عشان هو حلو قوي والكلام ده كله، انا جاي اقول لك على المميزات اللي خلتني شايفه احسن موبايل موجود في الفئه ديت، واقول لك برضو على العيوب والتضحيات اللي انت هتقابلها لو قررت تشتري الموبايل دوت. فدوس على زر سبسكرايب دلوقتي وتابعني علشان تعرف كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن الريلمي سي 1. مبدئيا من اول الحاجات هي الاداء، كلنا حاطين الاداء في الاولويات بتاعتنا، محدش فينا عايز موبايل بيهنج ويكون بطيء معاه. معالج الموبايل دوت هو بدرجه 450، ففي الالعاب الخفيفه بيشغلها بثلاثه، وايوه تقدر تلعب لعبه تقيله عليه زي ببجي، مش هتقدر تلعبها على هاي مثلا، ولكن على حاجه زي ميديوم هيبقى فيه فريم سكيبنج قليل قوي وهتقدر تلعبها بشكل ممتاز جدا. ممكن حتى كمان تقلل في سيتنجز اكتر من كده علشان ما تاخدش اي مشكله او ما تقابلكش اي حاجه وانت بتلعب اللعبه دي. ولو انت عموما من الناس اللي بتلعب كتير زيي وبتحب تتفرج على الميديا كتير وبتستعمل موبايلها معظم اليوم عموما، فالبطاريه بتاعه الموبايل دوت برضه هتعتبر من المميزات جدا بالنسبه لك. هي حجمها كبير 4230 ملي امبير، ومع باقي المواصفات كمان اقدر اضمن لك ان هي هتكمل معاك اليوم. لكن وقت ما هتيجي تشحنها هتزهق حبتين، لانها بتاخد 3 ساعات الا ربع علشان تشحن بالكامل. حاجه كويسه انك غالبا مش هتحتاج تشحنها في وسط اليوم، لكن وقت ما تشحنها هتكون ممله قوي. الموبايل جاي ب 2 جيجا بايت رام، فهتلاقيه بيقفل في الحاجات اللي انت فاتحها في الباك جراوند اول باول علشان يوفر من الرامتين اللي معاه دول، وما يبقاش فيه مشكله بالنسبه لك في انك تتنقل ما بين ابلكيشن والتاني، او ما يبقاش فيه تهنيج قوي. الذاكره الداخليه بتاعه الموبايل 16 جيجا بايت، واللي متاح ليك انك تستعملهم فيهم هم 9 جيجا بايت بس، فانت هتحتاج انك تشتري كارت ميموري، لان بالنسبه لي انا على الاقل 9 جيجا بايت دول مش كافيين تماما ان انا احط عليهم كل الداتا بتاعتي. على الجانب الكويس من الموضوع ان الموبايل ده بيقدم لك مدخلين للشريحه ومدخل منفصل تاني لكارت الميموري لوحده، بالتالي لو انت اشتريت كارت ميموري مش هتضطر تضحي بواحده من الشرايح بتاعتك. التصميم بتاع الموبايل عموما حلو، هو اي نعم كله بلاستيك سواء الفريم او الظهر بتاعه، ولكنهم بيدولك شكل الازاز، جاي على الترند بتاع النوتش والحواف الرفيعه مع طبعا الحافه اللي تحت. ومقارنه بالمنافسين هو يعتبر بيقدم تصميم اغلى منهم او اعلى منهم شويه، سواء من ناحيه الخامات او من ناحيه الشياكه تحديدا. مفيش موبايلات كتيره في السعر دوت بتمشي على الترند وبتهتم بالخامات زي الموبايل دوت، رغم ان هي بلاستيك ولكنها برضو خامات كويسه قوي. ممكن وانت بتتفرج على التصميم بتاع الموبايل في الفيديو دوت تسال نفسك هي فين البصمه بتاعه الموبايل، والاجابه هي ان مفيش بصمه للاسف، ودي يمكن واحده او تقريبا هي اكتر حاجه ازعجتني او ضايقتني وانا بستعمل الموبايل. هما حاطين مكانها فيس ريكوجنيشن او ميزه التعرف على الوجه، ولكن انا بالنسبه لي ما بحبهاش في الموبايلات المتوسطه والموبايلات الاقتصاديه لانها ما بتبقاش امنه قوي. لكن على الاقل في ريلمي سي 1 كانت سريعه ومعظم الوقت بتفتح معايا بدون مشاكل. الشاشه 6.2 انش، الوانها حيويه وهتقدر تشوف منها تحت الشمس مباشره بشكل كويس قوي. من الشاشات اللي اقدر اشكر فيها مقارنه بالمنافسين جدا، والموبايل عموما هيكون كويس بالنسبه لك من ناحيه الميديا لان برده الصوت بتاعه يعتبر كويس. ممكن ناس كتيره تتضايق من عدد البيكسل بير انش القليل، ولكنها اولا مش النقاط الوحيد، وثانيا ما قدامكش خيارات احسن منها. نيجي لواحده من اهم النقط اللي خلت الموبايل دوت يعجبني بالنسبه للفئه الاقتصاديه، وهي الكاميرا بتاعه الموبايل. طول عمري معضلتي ومشكلتي مع الموبايلات اللي في الفئه ديت هي الكاميرا بتاعتهم، مش بس بتطلع صور وحشه، لا ده كمان كده بيبقى فيه شويه تاخير على الشاشه عن الحركه اللي انت بتعملها بالموبايل نفسه وانت فاتح الكاميرا، فالتجربه بتاعه التصوير عموما بالموبايلات في الفئه ديت ما بتبقاش حلوه. وانا مش جاي اقول لك ان ريلمي سي 1 بقى هو البطل اللي غير الموضوع واللي انقذ الموبايلات في الفئه الاقتصاديه والكلام ده كله، بس فعلا مقارنه بالمنافسين بتاعه يعتبر احلاهم، يعتبر بيطلع صور كويسه جدا ان هي بتطلع في الفئه دي. انا عن نفسي مبهور من الجوده اللي هو بيطلعها لي. طبعا في الليل ما تستناش تفاصيل كتيره في الصوره، وفي ظروف الاضاءه الضعيفه برده مش هيكون الفوكس سريع قوي يعني، بس الصور نفسها اللي بتطلع على الاقل من ناحيه شكلها انا شايف ان هي كويسه جدا. تقدر تاخد صور كويسه بالموبايل سواء بالكاميرا الخلفيه او بالكاميرا الاماميه، والصور اللي ممكن تطلعها منه بالبرو مود فعلا وهميه قوي ان هي تطلع من الموبايل بالسعر دوت. والحاجات اللي انا قلتها كلها ديت مع بعضها هي الحاجات اللي خلت الريلمي سي 1 يعجبني. ان العيوب اللي فيه زي الذاكره الداخليه وزي عدم وجود بصمه حاجات ممكن اتغاضى عنها مقارنه بالمميزات وبالمواصفات اللي هو بيقدمها لي في الفئه بتاعته.